بص، يعني احنا دلوقتي في اقاويل كتير عن وجود الموجة الثالثة من الكورونا، وضع مصر ايه الحالي في الموجة دي؟ شوف حضرتك، هو صحيح الموجة الثالثة عصفت بأوروبا دلوقتي، وعارف الغلق مرة أخرى في فرنسا وفي إيطاليا وتهدد أوروبا، وصحيح كانت هددت أمريكا، ودلوقتي أمريكا على وشك إنها بتهدد برضه في احتمال تبقى فيها رابعة، لكن الرابعة في إيران والرابعة في هونج كونج. يبقى الفيروس ده مصمم على الاستمرار في كوكب الأرض. انحسار أي موجة سواء أولى أو ثانية أو ثالثة في أي دولة لا يعفي المواطنين من الالتزام بالتدابير الوقائية. قدامنا سنين طويلة حتى نصل إلى تطعيم 70% من سكان كوكب الأرض ونصل إلى مناعة القطيع. وبالتالي ما أمامنا إلا حاجة واحدة بس، التدابير الوقائية. عند عدم تدبير هذه التدابير وعند إهمالها وعند تحديها وترك كل الأمور على الدولة في أي مكان ما، ده بيؤدي إلى اندلاع الحالات. وبالتالي احنا في مصر نجحنا في صد موجتين عاتيتين للكورونا، ولكن هذا لا يعفينا ولا يخلينا نطمن ان احنا مش حكلنا الثالثة. اللي احنا شايفينه دلوقتي زيادة عدد الحالات واستهتار المواطنين وانتشار المواطنين اللي يتحركون في الشوارع بدون كمامة، ده خطر كبير جدا. ده هيخليني بعد كده ادخل في الموجة الثالثة. الموجة الثالثة صحيح القتل قل والوفيات قلت، ولكن بتعطل الاقتصاد، بتعطل المدارس، بتعطل الانتاج طبعا. ممكن الوفيات تزيد لو الاعداد بقت بالملايين. وبالتالي يجب ان احنا نلتزم بالتدابير الوقائيه اللي سهله جدا، الكمامه وغسل الايدي والبعد عن الاخرين وعدم التواجد في اماكن مزدحمه، سهله جدا. ابعد دلوقتي في العالم كله الكورونا موجوده فين؟ اكثر اماكن موجوده في المولات، موجوده في السوبر ماركت، موجودة في الأماكن المزدحمة، الأماكن المقفولة، تمام، الأماكن المغلقة، وفي الأسر. في الأسر لازم نعرف إن الموجة الثالثة والثانية كان يتميز فيها الفيروس بإن هو يحب الأسر، وبالتالي يجب إن إحنا نمنع هذه الأشياء. وبرضه هأكد مرة ثانية على دور التوتر، التوتر بيقلل المناعة، وبالتالي بيبقى ليه دور مهم في العصف في الإنسان اللي عنده حتى كورونا أو زيادة المعدلات، لأن في ناس ما جالهاش كورونا أصلاً، لأن دول عندهم مناعة جيدة. 85% من اصابات الكورونا بتبقى بسيطه جدا، ممكن ما تروحش للطبيب ولا تحتاج علاج عشان عنده مناعه جيده. وبالتالي احنا لازم نزود المناعه على قدر الامكان زي ما انا قلت. بس عايز اقول حاجتين عشان برضه ما قلناهوش شويه، اللي هو الرياضه غايبه في حياتنا. الرياضه مهمه جدا في تخلص الجسم من المواد الضاره والمواد الاكسده وزياده التنسيق بين المخ والجسم بشكل عام وتخلصه من السموم. حاجه بقى المهمه الناس هنا كلنا، دور الموسيقى. الموسيقى مش بس الاغاني، الموسيقى مهمه جدا لان بتخلينا اشعر بالاسترخاء. وحتى البقر اللي بيشعر بالاسترخاء في المزارع الفخمه في امريكا وفرنسا عشان يزودوا انتاج اللبن، هولندا ونيوزيلندا، ده حقيقي بيسمعوا الموسيقى، بتلاقي البقره تنتج اللبن اكثر عند السماع للموسيقى. فتخيلي بقى، وهتلاقي في القطط والكلاب وهكذا. ابداع العاملين، المصانع والشركات والدكاتره والجراحين اللي هم الناجحين في اعمالهم كلهم بيشغلوا موسيقى. عشان كده يا دكتور احنا جايبين النهارده فقره غنائيه عشان ندي طاقه ايجابيه كده لكل الساده المشاهدين. برافو عليك. حتى المرضى اللي هم فقدوا القدره على الكلام ممكن الموسيقى تساعدهم على زياده مهارات الاتصال. الموسيقى بتهدي الناس، وبالتالي تهدئه المواطنين بشكل عام من التوتر اللي احنا عايشين فيه. جميل، اقبل على الحياه وبشكل عام.